للحديث حول تداعيات الإعلان الإيراني حول برنامج إيران النووي وخفض التزامات إيران، ينضم إلينا من المنامة المحلل السياسي إبراهيم النهام. أهلا وسهلا بك أستاذ إبراهيم، صباح الخير. الرئيس الأمريكي يتوعد بأن إيران لم تمتلك على الإطلاق سلاحا نوويا وأنها بذلك سوف تكون في عزلة عن العالم. ماذا نقرأ من خلال تصريحات الرئيس الأمريكي؟ صباح الخير أخي فاضل. أهلا بك. الولايات المتحدة الأمريكية تمارس سياسة الضغط الاقتصادي على النظام الخميني. النظام الخميني اليوم يعني يسير يعني في فلك يختلف عن فلك العالم المتحضر. يعني الدول في المنطقة، في الخليج، في الشرق الأوسط، في العالم تبني أوطانها، تبني اقتصادها، تبني منظومتها التعليمية، وإيران لا تزال تعيش في غياهيب الكهوف المظلمة وفي التحليق عن خارج العالم المتحضر. طبعا الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في المنطقة يعون التطور الذي وصلت إليه إيران في مجال يعني في مجال التطور النووي، وهذا التطور لا يعكس صحة ما يصرح به الساسة الإيرانيون دائما. يعني الساسة الإيرانيون معروفون أنهم كذابين، وهم يستخدمون الملف النووي كوسيلة ضغط وتخويف سواء لأوروبا سواء لأمريكا وسواء لدول الخليج. طبعا التصريحات التي أدلى بها المسؤولون الثلاثة في الخارجية الإيرانية في المؤتمر الصحفي الذي عقد أخيرا عن موضوع نقضهم للاتفاق النووي بعد مرور 60 يوما بمهلة، يعني إيران تراها أنها مهلة ثانية توجهها الاتحاد الأوروبي لأمريكا. طبعا هذا ليس بالشيء الجديد. إيران سبقا نقضت عهودها قبل شهرين من الآن فيما يخص موضوع رفع المخزون اليورانيوم إلى أكثر من 300 كيلو، وكذلك فيما يتعلق في المياه الثقيلة. واليوم ترفع نسبة التخصيب من 3.67 إلى 5%. إلى 5%، نعم. طبعاً طيب أستاذ إبراهيم، يعني دعني أسألك، يعني في ظل هذه العقوبات الاقتصادية على إيران، في ظل توعد الرئيس الأمريكي بهذه التصريحات القوية، نعترف أن هناك تصعيدا أيضا إيرانيا من في هذا الجانب، إلى أين يريدون أن يصلون الإيرانيين برأيك؟ شوف أخي الفاضل، أنا من وجهة نظري الشخصية أن النظام الإيراني هو نظام كذاب. نظام يعني يستخدم الإعلام كوسيلة أساسية لتحقيق المكاسب السياسية، وليس كل ما يصرح به الإيرانيون صحيح. يعني اليوم هم يصرحوا بس شنو صحة الكلام؟ ما حد دخل مفاعلاتهم، ولا حد دخل يعني المخازن النووية اللي عندهم، ولا حد شاف. هذا من جانب. جانب آخر، في تصريح مهم أدلته الخارجية الفرنسية أمس عن موضوع نقض إيران للاتفاق النووي فيما يخص موضوع إعلانها عن رفع التخصيب، اللي هو أنها يعني لن تستخدم آلية فضل منازعات البند 36 من ضمن الاتفاق النووي الحالي في الفترة الحالية. طبعا إيران ماذا تريد من كل ما تفعلها الآن؟ هي تريد أن تحاول أن تخنق الولايات المتحدة الأمريكية عبر إخراج الاتحاد الأوروبي من فلك يعني الاتفاق مع أمريكا، ومن خلال يعني تقديمها عروض يعني مغرية. يقولوا للأوروبيين نحن سنفسح لكم المجال أن تأخذوا مكان الولايات المتحدة في الاتفاق النووي، سنفسح لكم مجال في الدخول في 11 قطاع اقتصادي عملاق يخص الاتفاق النووي. إبراهيم، يعني الاتفاق النووي هم يريدون أن يتحالفوا من جديد مع الأوروبيين وأن يحافظوا على هذا الاتفاق النووي، لكن ما هو موقف الدول الأوروبية برأيك؟ هل ستصمد، خصوصا يعني إذا ما تحدثنا عن فرنسا وألمانيا والدول العظمى في أوروبا؟ طبعا إيران يا أخي الفاضل تتبع سياسة فر واقتصد، وهي ما تفعله الآن بالنسبة للأوروبيين. هي تحاول أن تشق الصف ما بين الأوروبيين وبين أمريكا. طبعا جوابا على سؤالك، كل التصريحات اللي أدلى بها المسؤولين الأوروبيون يؤكدون رفضهم للخضوع وللتركيع أمام النظام الإيراني المجرم. الخارجية الفرنسية على الرئاسة الفرنسية على لسان رئيس ماكرون يعني انتقدت بشدة ما أقدم عليه الإيرانيون أو ما أعلن عنه الإيرانيين أمس. برلين كذلك، بريطانيا كذلك، الاتحاد الأوروبي كذلك، الولايات المتحدة. إيران تستخدم يا أخي الفاضل الإعلام كبوق لتخويف الدول ولتركيعها ولتخويفها، وخير دليل على ذلك أن إيران يعني أكثر ما تصرح به لا تفعله على أرض الواقع. أمس يعني أحد اللي هو أمير حسين هاشمي، الهاشمي اللي هو أحد نواب
الإيرانيين. صرح كذلك أمس بأن إيران تعتزم أن تفرض رسوم على السفن التي تدخل مضيق هرمز. طبعا نفس ما ذكرت لك، هذا كله كلام فاضي. طبعا إيران تحاول أن تخوف وإيران تصرح. الإيرانيين هم أكثر ناس يتقنون الكذب ويتقنون التخويف، ولكن في نهاية المطاف مفلسين، اقتصادهم منهار، عملتهم منهارة، عزلة دولية عليهم على مستوى الإقليم، على مستوى العالم. إيران ينظر إليها اليوم أنها البوابة الأولى للإرهاب العالمي. هذا ليس رأيي وليس رأي دول الخليج، هذا رأي العالم. صحيح. كل رؤساء الدول يؤكدون على ذلك. نعم، ونرى أنشطتها دائما في كافة الدول. طيب أخيرا أستاذ إبراهيم، يعني نعلم أن الملاحة الدولية مهمة جدا، ودائما ما إيران تلوح بأنها سوف تقدم أو تهدد خطورة الملاحة البحرية من خلال مضيق هرمز. الولايات المتحدة دائما ما تحذر إيران من هذه العملية الخطيرة. برأيك هل فعلا ممكن أن تكون يوما ما إيران تهدد الناقلات البحرية في هذا المضيق؟ شوف يا أخي الفاضل، الخليج العربي هو يعني ممر مضيق هرمز على وجه التحديد، هو يعتبر أحد أهم الشريانات الاقتصادية في العالم. اليوم احنا الأغلب المخزون النفطي الخليجي يتجه إلى الصين ويتجه إلى روسيا ويتجه إلى الولايات المتحدة وغيرها، الدول العظمى يا أخي، والهند وغيرها وغيرها. الدول العظمى هذه يا أخي الفاضل لن تسمح لإيران أن تعترض مصالحها. يعني شوف اليوم هناك شد وجذ، وهناك يعني مساومات سياسية تجري تحت الطاولة. ليس كل ما يعلن عنه بالإعلام يعني صحيح، ولكن يا أخي الفاضل الدول العظمى، الدول الكبرى لن تسمح بهذا الهزل. أضيف على ذلك أن دول الخليج على رأسهم المملكة العربية السعودية. الدولة السعودية دولة حكيمة، والسعودية تمارس يعني عملها ضد الإيران وضد التجاوزات والتدخلات الإيراني عبر القنوات القانونية والدستورية والشرعية، لأنها دولة مؤسسات وليست دولة فوضى كإيران. ولكن السعودية كذلك يعني لن تسمح في نهاية المطاف بأن تتعرض مصالحها الاقتصادية والقومية للخطر. شكرا جزيلا لك أستاذ إبراهيم النهام، المحلل السياسي، كنت معنا من المنامة.